مساء الخير لكم، مساء الخير للمشاهدين. مساء النور، لو تكلمنا عن هذا المشروع أو هذه العلاقة التعاقدية ما بين العمالة المنزلية والطرف الآخر المشغل لها. زي ما ذكرت قبل قليل انه فعلا هو اطلقنا احنا مشروع حمايه اجور العمالة المنزليه عبر اصدار بطاقات مسبق الدفع. يتم تحويل اجر العامله شهريا لحسابها البنكي، وهذه الخطوه طبعا احنا قصدنا ان يكون فيها حفظ حقوق طرفي العلاقه التعاقديه وتحسين ايضا بيئه العمل للعمالة المنزليه، وايضا رفع مستوى الامن الوظيفي، وايضا لتعزيز مبادئ حقوق الانسان. فهذا الان بدانا فيها، طبعا حيكون الزامي بعد 6 أشهر كما اعلنا. لو رجعنا الى القضايا اللي سجلت في الفصل في الخلافات العماليه خلال عام 1438 كانت حوالي 23,000 قضية، كان من بينها قضايا تتعلق بعدم دفع الأجور الشهرية، وقضايا تتعلق بالإخلال بالعلاقة التعاقدية. طبعا الآن إن شاء الله مع هذا المشروع راح تنخفض هذه الخلافات، وحيكون أيضا يعني صاحب العمل إذا ما أودع خلال الشهر الأول حيكون في تنبيه، الشهر الثاني أيضا يصل بتنبيه، أما في الشهر الثالث فيتم إذا رغبت العاملة أو صاحب عمل آخر أن ينقل خدماتها مباشرة باعتبار متأخر 3 شهور من الرواتب، وأيضا في غرامة مالية على صاحب العمل، وأيضا يتم حرمانه من الاستقدام لسنوات محدده. في عقابات بناء عليه. طب استاذ خالد، لو تقول لي مثلا المبلغ ادنى مثلا مبلغ واعلى